السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي بصحة جيدة. قبل ما نبداو فيديو ديالنا صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة. اليوم غادي نشارك معكم أفكار للغوتي للوليدات للمدرسة، أفكار جد بسيطة مكونات جد سهلة. أول فكرة غنشاركها معكم اللي هي هاد الحلوة بحال الشكل ديال الكوكيز، كتجي مقرمشة وكتجي تماما بحال المذاق ديال الكوكيز وكتعجب الوليدات، وشخصيا انا كتعجب وليداتي. فهنا خديت الزبده، يعني تاخذوا اي نوعيه ديال الزبده، تقدروا تاخذوا الزبده ديال العبار. هنا خديت انا غير الزبده ديال الضده وقطعتها، يعني درت غير نصف ديالها، درت نصف كاس ديال السكر ودرت قبصه ديال الملح، وغادي نخلط هاد الزبده مع السكر حتى كتخلط ليا مزيان. ضروري نخدمو الزبده والسكر، وكنضيف نصف كاس ديال زيت المائده، وغادي نضيف مباشره جوج ديال البيضات بحراره المطبخ، وغادي نخلط المكونات مزيان، وغادي ندير خميره الحلويات من وزن 7 غرام، كنضيف الدقيق تدريجيا. ضروري كنغربل الدقيق، يعني الدقيق الخاص بالحلويات. كتجي هاد الحلوه راه مقرمشه وكتجي تماما بحال الشكل ديال الكوكيز وكتعجب الوليدات. وكنضيف يعني الدقيق تدريجيا حتى كنحصل على عجينه اللي تكون رطبه. ضروري كنغربل الدقيق، ومن كيصبح القوام ديال العجين بهذا الشكل غادي نضيف ليها الشوكولاته، يعني هاد الشعريه ديال الشوكولاته اللي وضعتها من قبل في المجمد، ضروري تكون بارده، يعني وضعتها في المجمد. وكنضيف ليها واحد الملعقه ديال الدقيق وكنخلط هاد المكونات. وهنا غادي ناخذ هاد الاطار ديال الحلوه، يعني اي اطار عندكم تواجد، ولا تقدروا ديروها غير هكا عاديه، وكنشكلها بهذا الشكل. ضروري كنوضع الاطار في الدقيق، يعني كتجي هذه الحلوه زوينه وسهله. تقدروا تعطيها لوليداتكم مع الحليب او اتاي في الكوتيره، كتجي لذيذه وكتجي رائعه في الشكل ديالها وحتى في المذاق ديالها. وغادي نشارك معكم افكار اخرى في هذا الفيديو اللي سهله وجد اقتصاديه وغتنفعكم مع وليداتكم. غادي نشكل وحده اخرى حتى كنسالي يعني الكميه ديال العجين اللي عندي. العجين راه كتكون خفيفه، ما كتكونش مرطبه ما قاصحه، يعني كتجي رطبه في قوام يعني ديال الحلوه بحال الشكل ديال الكوكيز. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي، ومن بعد غادي ندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الكهربائي غيدخلوا على 180 درجه، وضروري كردوا معها البال. هذه الكميه راه كتعطي كميه كبيره، تحتفظوا بها يعني في واحد العلبه كل مره كتعطيوهم، يعني هكا يعني وحده جوج مع اتاي مع حلوه، ولا كيديوها هكا للكوتي، راه كتجي سهله واقتصاديه في نفس الوقت، كتجي رائعه في الشكل ديالها وحتى في المذاق ديالها. ندوزو ان شاء الله الحلوة الثانية اللي تقدروا تحضروها لوليداتكم للكوتي، صابلي رائع كيجي سهل والمنظر ديالو رائع. اتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ثاني اقتراح غادي نشاركو معكم هو بسكويت، كيجي رائع ولذيذ تماما بحال اللي كناخدو في المحلات، كيجي سهل وقتي. ثاني اقتراح لي هو هاد البسكوي اللي كيجي رائع في الشكل ديالو حتى في المذاق ديالو، كيجي تماما بحال لي بسكوي اللي كيتباعو، كيجي رائع. المكونات ديالو حتى هي بسيطه وجد اقتصاديه. غادي ناخذ الزبده، يعني خديت هذيك العلبه ديال الضه قسمتها على نصفين، النصف الاول حضرت به البسكوي الاول والنصف الثاني حضرت به هاد البسكوي. فغادي نوضعو مع نصف كاس ديال السكر حبيبات ونصف كاس ديال الزيت وقبصه ديال الملح وجوج ديال البيضات، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى كنصل
كنحصل على هذا الكم على الخليط ديالي بهذا الشكل كريمي. وهنا غادي نضيف ليه الكوك اللي حمرته وطحنته، يعني كيعطي واحد المذاق رائع لهذا الصابلي، كيجي رائع بحال لي بيسكو اللي كناخذوه في المحلات، كيجي المذاق ديالو رائع. وكنضيف خميرة الحلويات من وزن 7 غرام، وكنضيف الدقيق تدريجيا حتى كنحصل على عجينة رطبة متماسكة. من بعد كنوضع العجين في بلاستيك غذائي، كنخليها حتى كترتاح واحد المدة، ضروري كنخليها ترتاح. من بعد كنبدأ نحضرها، كيصبح القوام ديالها بهذا الشكل كيف ما هنا كتلاحظوا معايا. كنوضعها في بلاستيك غذائي، كيجي هذا البسكويت لذيذ وكيعجب الوليدات. تقريبا كيجي المذاق ديالو بحال لي بسكويت اللي كناخذوه، كيبقى يعني صحي على البسكويت اللي كناخذوه، يعني عامر بالمواد الحافظه ومواد اللي ما عارفينهاش حنا باش محضرينهم. وغادي نخليه في الثلاجه لمده يعني واحد نصف ساعه حتى كيرتاح تماما. من بعد غادي نجبد العجين من الثلاجه ملي كيرتاح لينا، وكنبدا نسرح العجين في واحد البلاستيك غذائي. نرى الطريقة سهلة، كنسرح العجين بهذا الشكل حتى كيصبح يعني طبقة اللي تكون مرقيقة مغليضة، يعني طبقة متوسطة. وكناخد هاد العيبة، هاد الشبيكات اللي كانوا كيتباعوا يعني في المواد ديال 5 دراهم، راه كتباع غير ب5 دراهم، درتها فوق هاد العجين باش تعطيني هاد المنظر الرائع. وكناخد هاد الأداة اللي هكا مربعة، راه حتى هي متواجدة في الأسواق ب5 دراهم، اللي كيكونوا هما تقريبا شي 5 قطع. وهذا هو الشكل ديال البسكوي، راه كيجي بمنظر ديالو رائع وكيعجب الوليدات، وكيجي رائع في الشكل ديالو وحتى في المذاق، بالمذاق ديال الكوك. وغادي نزينو بالشوكولاته، كيجي رائع واكيد غادي يعجب وليداتكم، وجد اقتصادي، يعني راه ما كياخذش واحد الوقت ومجهود، وكيبقى صحي على لي بسكوي اللي كناخذوه يعني في المحلات. ما كنعرفوش حنا باش مصاوبين هاد لي بسكوي، رائع رائع هاد البسكوي، كيجي مقرمش بمذاق ديال الكوك. وعجينه كيف ما لاحظتوا معايا راه جد جد اقتصاديه وسهله. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي يعني الكميه اللي عندي ديال العجين، راه عطاني كميه كبيره، يعني 2 بيضات ونصف كاس ديال السكر ونصف كاس ديال الزيت. الدقيق راه كيبقى على حسب العجين، كتعطيني كميه كبيره ديال هاد لي بسكوي. ونستمر بنفس الطريقه حتى كنسالين الكميه العجين. وغادي ندخلو الفرن على نار اللي تكون درجه متوسطه، ويعني كما كتعرفوا الصابلي راه دغيا كيطيب، ضروري ردوا معاه البال حتى كيطيب مزيان، تحمر من كلتا الجهتين. وعاد كنبداو نزينوه بالشوكولاته السوداء، وتقدروا تزينوه حتى بالشوكولاته البيضاء على حسب الاختيار ديالكم وشنو كيعجب وليداتكم. هادو فقط افكار نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وهنا خديت الشوكولاته السوداء اللي ذوبتها على في حمام مريم، وكنبدا نزين بها هاد البسكوي، راه كيجي رائع في المنظر ديالو. سمحوا لي على الاضاءه، الاضاءه عندي شويه عيانه ما كيعطيش حقه في الكاميرا، يعني راه جا رائع رائع هاد البسكوي. وهنا راه كنت كنصور بالليل، يعني ما كانت الاضاءه ضعيفه عندي. هاد الاقتراحات يعني تحضروهم لوليداتكم، ترفقوه لهم مع كاسة الحليب او اتاي، او تعطيهم لهم في وجبة لانش بوكس للمدرسة. كيجيو ساهلين واقتصاديين، يعني كيكونوا اقتصاديين، والاهم انك انت اللي محضراهم، ماشي يعني ما كتعرفي اشنو باش محضرة هاد لي بسكوي. كنزينهم بهذا الشكل، كيعطي هذاك المنظر الرائع فيهم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم،
وهذا هو الشكل ديالهم، وتقدروا تحتفظوا بهم في واحد العلبه في الثلاجه، يعني ما كيوقع لهم والو، كيبقاو مقرمشين وكيبقاو يعني لذاد، وتعطيهم لوليداتكم في الكوتي. اتمنى يعجبكم هذه الفكره. ندوزوا ان شاء الله للفكره الثانيه، عفوا الفكره الثالثه من اقتراحات الكوتي. ندوزوا للاقتراح الثالث اللي هي تورته لذيذه واقتصاديه وغتعجب اكيد الوليدات. ونشارك معكم الاقتراح الاخير اللي هي تورته بطبقات كتجي لذيذه. غناخذ بيضه كبيره من حجم كبير بحراره المطبخ، غنضيف لها 5 ملاعق ديال السكر حبيبات وقبصه ديال الملح وخمس ملاعق ديال زيت المائده، وغادي نخلط هذه المكونات مزيان. كتجي هاد التورته لذيذه واقتصاديه واكيد غتعجب الوليدات ديالكم. تحضروها لهم للكوتي كاقتراح. غنضيف لها علبه ديال الكاكاو، وغادي نضيف من بعد ما خلطت اكيد البيض والزيت السكر مزيان، وغنضيف علبه ديال خميرات الحلويات، وغادي نخلط هذه المكونات. وانا كنضيف الدقيق تدريجيا 5 ملاعق فقط، ما غاديش نفوتهم، 5 ملاعق كبار من الدقيق الابيض يعني على حسب المتوفر عندكم. وغادي نوضعها في هذا الاطار اللي وضعت ليه ورق الطبخ ودهنته بالقليل من الزبده، وغندخلها لدرجه حراره متوسطه. وهنا خديت هذه الكريمه اللي كانت عندي في المجمد، خليتها بردت مزيان، طربتها بالطراب الكهربائي. وهنا يعني الكاميرا تقطعت ليا عند بالي راني كنصور وهي طفات. وهذا يعني من بعد ما جبت الكيكة من الفرن أو الكيك الطبقة الأولى، غادي نسقيها بالقليل من الحليب وغادي نوضع لها الكريمة. وفي الطبقة الأخيرة خديت هاد الياغورت بنكهة ديال الكراميل وضعته كطبقة أخيرة، وحكيت عليه القليل من الشوكولاتة، يعني كانت متواجدة عندي. فكتجي هاد التورتة اقتصادية وسهلة ولذيذة، وفي الشكل ديالها كتجي رائعة. كتجي يا سلام. هانتوما هنا غنقطع معكم قطعه باش تشوفوا الشكل ديالها، يعني اكيد غادي تعجب الوليدات ديالكم. وكتختلف نهائيا على الكيك اللي كنديروه يوميا، وراه اقتصاديه. راه هذيك الكريمه تقدروا تعوضوها بلاموس دو شوكولا. بالنسبه للطبقه الاخيره فقط بقى تزيين اختياري على حسب شنو كيعجبكم او شنو متواجد عندكم. فهنا وضعت يعني ياغورت بنكهة ديال الكراميل، تقدروا تضعوا بالشوكولاتة او يعني ياغورت طبيعي على حسب المتوفر عندكم. كتجي رائعة، هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعة بثلاثة ديال الطبقات ولذيذة وجد اقتصادية، واكيد غادي تعجب وليداتكم لانها كتختلف على الكيك اللي كنحضروا يوميا. وهنا غادي نقول لكم شكرا على المتابعة، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش ليا باللايك واشتراك القناة اكيد الى عجبكم المحتوى.